شديد الحياة والتواضع يخسف نعله ويرقى ثوبه ويسير في خدمة أهله بسيرة سنية ويحب الفقراء المساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهدى ويعصب على
وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللوء ويقيم بالسلام ويطيل الصلاة ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحب إلا حقا يحب الله تعالى ويرضى قدر اللهم قدره الكريم يا اللهم